طيب سيد تيسير سليمان، أنت ابن القسام وشهدت تبلورها ونشأتها كذلك منذ البداية، وخط معها الكثير من الذكريات والأحداث، وكذلك أسرت وبعد ذلك تحررت، وكذلك نجوت حتى من موت شبه مؤكد كان. أستاذ تيسير، ما هي أبرز الذكريات التي ما تزال عالقة في ذهنك ولا تنساها حتى اليوم؟ نعم، حقيقة أخي، يعني أنا بعتبر هذا شرف من الله أن كرمنا أننا في مدينة القدس. كنا من أوائل الذين بدأوا بتشكيل العمل العسكري لحركة حماس، وكان ذلك قبل أن تسمى كتائب القسام، كنا نسمى الخلايا العسكرية. وبعد نشأة كتائب القسام أصبحنا جزء رئيسي من هذه المجموعات، انتمينا لها ونفذنا عمليات في عام 92، عمليات تفجير في القدس، وعمليات محاولة أسر جنود أيضا في مدينة القدس وفي الشطر الغربي منها. اعتقلنا أيضا واستمرينا بعد ذلك في عمل مقاوم الاحتلال الإسرائيلي. إن أردت أن تسأل عن أفضل العمليات التي أراها، هي عمليات محاولة تحرير الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون، وفي محاولة أيضا لإبراز القضية الفلسطينية عبر ما حدث في مرج الزهور من إبعاد. كانت لنا عملية في منتصف عام 1993، وكانت عملية مشتركة بين أبناء قطاع غزة وأبناء الضفة الغربية ومدينة القدس، وتقود العملية هي خلية القدس في مدينة القدس التي كنت على رأسها. هذه العملية كان هدفها الرئيسي أسر أكبر عدد من الجنود في التل الفرنسية في مدينة القدس، ومساومتهم بقضايا الأسرى، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين وقيادات من حركة فتح وجبهة الشعبية والعديد من الفصائل الفلسطينية والعربية والإسلامية. أراد الله عز وجل أن يسير اشتباك مسلح بين هؤلاء المقاتلين، ونذكر هنا ابن قطاع غزة محمد هندي الشهيد رحمة الله عليه، والشهيد صلاح عثمان وهو من أبناء قطاع غزة، والشهيد ماهر أبو سرور، والخلية التي دبرت وأدارت الموضوع كله هي كانت خلية مدينة القدس، وكنت أنا على رأسها. استطعنا أن نخطط ونرتب ونهرب الشباب إلى مدينة القدس ونسكنهم في مدينة القدس ونختار الهدف، وأنا كنت على بعد أمتار من المنفذين، وكنت أحمل البيان الذي يعلن العملية والسلاح الذي معي لحماية نفسي، وبدأنا بتنفيذها في صباح ذلك اليوم. وهذه العملية أسفرت في النهاية عن قتل ثلاثة أو أربعة من اليهود وإصابة أكثر من 20 منهم، وأيضا كان هناك وهم جميعا من الجنود والمجندات والضباط في التل الفرنسية في منطقة العسوية في مدينة القدس. كنت أنا أقف على بعد شارع من هذه العملية وهي تحدث، واستطاع اثنين من المنفذين أن ينسحبوا إلى منطقة بيت لحم، وبعد ذلك ضربهم المخابرات الإسرائيلية بعد أن حاصرهم في مكان لصف السيارات، وادعى أنهم قتلهم والرهينة التي معهم. وهذا جزء مما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بضرب الآسر والمأسور، أن جندي ميت أو مجندة أفضل له من جندي أسير أو غيره. بعد ذلك بأيام فقط قلنا لهم العملية لم تنتهي وسوف يكون هناك عملية متميزة، وكان قائد كتائب القسام في جنوب الضفة الغربية هو محمد عزيز رشدي الشهيد، وكان معه نائبه خالد الزيد. قررنا أن نقوم بعملية رد سريعة أيضا على الاغتيال، ويكون بنفس الأسلوب، إن أرادوا أن يحرقوا نحرق، وإن أرادوا أن يقتلوا من نقطة صفر نقتل من نقطة صفر، وإن أرادوا أن يعلنوا بذلك علنا نعلن بذلك علنا، وإن أنكروا فيه. وفعلا بعد أيام بسيطة كنا وضعنا خطة محكمة تنفذها خلية القدس وأنا فيها. تم رصد موقع للاستخبارات العسكرية في مدينة القدس، وتقدمت مجموعة القدس ومعنا كنا ثلاثة إخوة نتنكر باللبس الصهيوني كجنود ومستوطنين وكعمال بلبس مختلف الأنواع في سيارة كبيرة الحجم، واستوقفنا بعض الجنود واستطعنا أن نأسر جنديا من الاستخبارات الإسرائيلية وننسحب. وبهذه العملية كنا فيها رد مباشر على الاحتلال الإسرائيلي أننا نستطيع أن ننفذ عملية بعد أيام من العملية الأولى، ونستطيع أن نوجع الاحتلال فيها،
وأيضا قاموا بمحاولة الاغتيال، أطلقوا علي الرصاص بشكل مباشر وعلى السيارة جنود الاحتلال، وقد طاردونا بأكثر من طائرة مروحية واستطعنا أن ننسحب. وبعد يوم أنكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أسر له جندي من الاستخبارات العسكرية، وكانت المفاجأة هي أننا كنا قد أخذنا سلاحه وأخذنا هويته وأخذنا رقمه الشخصي الذي يعلق في الرقبة، وقلنا الاحتلال الإسرائيلي أن جنديكم لم يموت في حادث طرق كما تدعون، إنما قامت كتائب عز الدين القسام الوحدات الخاصة بتنفيذ عملية نوعية بأسر جندي من الاستخبارات العسكرية في مدينة القدس، وتنفيذ عملية الأسر بتمام كاملة. وعندها بدأ الاحتلال الإسرائيلي، قتل في حادث طرق ثم قتل، حتى أعلننا له أننا ككتائب عز الدين القسام، وبيان تم توزيعه في مدينة غزة. وهنا أقول تفاصيل كيف كانت خديعتنا أيضا، أننا لم نقم بتوزيعه في مدينة القدس ولا في رام الله، قمنا بتوزيعه في مدينة غزة، وأعلننا فيه أن كتائب عز الدين القسام الوحدات الخاصة فيه نفذت عملية نوعية لأسر جندي من الاستخبارات الإسرائيلية، وتم أخذ سلاحه، وتم تنفيذ عملية أخرى في سلاحه، وقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية في منطقة الخليل. وكان البيان مدويا للاحتلال الإسرائيلي، وكتبت الصحف الإسرائيلية أن كتائب عز الدين القسام تتحدى الاحتلال، وكانت هذه جزء من العمليات التي نفتخر فيها ونقول كانت عمليات مشتركة بين أجزاء فلسطين، كل فلسطين، وكانت عمليات مميزة نفذها أبناء قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وكانت في مدينة القدس من أجل مدينة القدس ومن أجل أن نقول لهذا الاحتلال أننا كأبناء كتائب عز الدين القسام، كأبناء مدينة القدس وغزة والضفة، نستطيع أن نوجعك وجعا شديدا.